الرحيم. التاريخ 9/10/2016. قامت أفراد الفرقة الأولى لحماية معبر راس الجدير بمداهمة أوكار الفساد وما نسميها نحن أوكار الفساد لتهريب المحروقات والبضائع من جميع أنواعها، بعدما قمنا بإنذارهم العديد من المرات والتحذيرات لكنهم لم يستجيبوا ولم يسمعوا لأي إنذار. وهذه حصيلة ما قمنا بالقبض عليه، وهو ما يعادل 1200 قلونة للبنزينة وبضائع متعددة من الحشيشة والمعسل والدخان جميع الأنواع.